في كل يوم يدون طلاب جامعة العراق أروع القصص عن ثورة تشرين، ويعطون العالم محاضرات عملية عن الكفاح السلمي ضد الفساد ومؤسسيه من ساسة وزعماء ميليشيات ومحتلين. أكثر من 100 يوم وهم مضربون عن الدوام، معتصمون في الميادين، متظاهرون في الشوارع. منذ أن انطلقت هذه الثورة حاولوا تشويهها وتحريض على أبنائها وتسقيطها وقمعها بمختلف أنواع القمع، ولكنهم كانوا يصطدمون في كل مرة بإصرار أكبر لهذا الجيل على أن يصحح الأوضاع في العراق. طلاب جامعات محافظة النجف مثال حي على دور الطلبة والنخب المثقفة في ريادة التغيير السلمي والمشاركة في صناعة مستقبل جديد في العراق تمثله يوميات ثورة تشرين وأهدافها المشروعة. هذه المسيرة السلمية خرج بها طلبة محافظة النجف الأشرف عامة وطلبة جامعة الكوفة خاصة طبعا، ومعهم أساتذتهم لكي يعني ينادوا بالتعجيل بإنشاء حكومة وفق مطالب المتظاهرين ولكي تحقق آمال الشعب العراقي وما ينتظره من هذه الحكومة وليست حكومة محاصصة. رغم الرصاص والقمع يؤكد الطلاب والأساتذة الجامعيون أنهم متمسكون بسلمية الثورة لقناعتهم بأنها خير الوسائل لإسقاط الطبقة الحاكمة وتحقيق التغيير المنشود. احنا طلاب جامعة الكوفة خرجنا سكالا على حرق الخيام مال الناصرية والبغداد، هم عبالهم راح يتراجعون ويرجعون لأهلهم، بالعكس راح يزيد إصرار وعزيمة انه لحين تحقيق مطالبهم، ماكو وطن ماكو دوام. بالورود يوجهون رسالة للمجتمع الدولي مفادها أنهم عراقيون أحرار يحبون الحياة الكريمة ومن أجلها أرخصوا أرواحهم وبذلوا دماءهم. وبهذه الوردة التي رفعتها أمام المتظاهرين أبعث رسالة إلى كل العالم وإلى كل المجتمع الدولي وإلى الطبقة السياسية أننا شعب حر لا يأبى الذل. طلاب جامعات العراق سجلوا حضوراً لافتاً رفعت له قبعات العالم الحر، وسيظل دورهم في ثورة تشرين تذكره وتتغنى به الأجيال القادمة.